بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايزة أكلمكم شوية عن الدستور بشكل عام وبشكل خاص شوية على المقاومات الاقتصادية. أحب أقول لكم في الأول إن أنا فخورة جدا جدا إن أنا عضو في لجنة 50 اللي صاغت الدستور، ولو ده العام الوحيد اللي عملته في حياتي أنا هكون في منتهى السعادة ومنتهى الفخر. شوية حقائق عن الدستور. اشترك في وضع الدستور لجنة 50، وقبلها المجموعة كلها اللي هي فيها 50 الاحتياط يمثلوا كل أطياف المجتمع فيما عدا الإخوان، كل أطياف المجتمع بكل أشكاله بما فيهم السلفيين والأباط الدنيا كلها فيما عدا الإخوان، وتم كل النقاش بأسلوب ديمقراطي لأقصى درجة، ووصلنا لتوافق إحنا نفسنا ما كناش متخيلين إن إحنا ممكن نوصل. فطريقة التوافق أنا شديدة الفخر بيها. الدستور ركز على مجموعة من الأهداف، أولها مدنية الدولة. مدنية الدولة بمعناها السليم، مش كلمة المدنية اللي لها قيمة، معنى المدنية إن هي تكون دولة ديمقراطية، دولة فيها سيادة القانون، تقوم على أساس المواطنة، تقوم على التوازن بين السلطات، تعددية حزبية، احترام حقوق الإنسان. هو ده المعنى الحقيقي بتاع المدنية. كلمة مدنية في حد ذاتها بالمناسبة ملهاش أي سند قانوني من أي نوع، المعنى ده هو اللي إحنا كنا اللي كلنا وراه واللي حققناه. الدستور حرص على انه يجيب حقوق كل الفئات، يعني هي حاول بقدر الامكان يوصل لكل حاجه هي تتمناها. في فئات من المجتمع عمر ما حد اتكلم عليها قبل كده، يعني ذوي الاعاقه عمر ما حد اتكلم عليهم قبل كده، المسنين عمر ما حد اتكلم عليهم قبل كده، الرياضيين عمر ما حد اتكلم عليهم قبل كده، ده بالاضافه طبعا للمراه للشباب للطفل للعمال للفلاحين للصيادين للعمال الغير منتظمه. تم التناول في هذا الدستور حقيقي كل من يعيش في هذا المجتمع هيلاقي حاجه تخصه في هذا الدستور، وحاجه تخصه مش في صوره شعارات ولكن في صوره حقوق حقيقيه، حاجات يقدر يلمسها ويقدر يتعامل معها. وانا اعتقد دي من النقاط القويه جدا. الدستور برضو ركز على الحقوق والحريات بشكل كبير جدا جدا، يعتبر ان هو افضل دستور اتكتب في مصر، افضل حتى من الدستور بتاع 1923 اللي كان فيه تركيز واهميه للحريات والحقوق. دستور بيحترم الدين الاسلامي السامح، وبيقر بكل وضوح ان مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع، وفي نفس الوقت بيحترم غير المسلمين وبيحترم حق الانسان انه يكون موجود. يعني من الحاجات مثلا اللي احنا كافحنا وراها جدا ان كل من يولد على ارض مصر من اب مصري او ام مصريه يحصل على الجنسيه، الام المصريه ما كانش عندها ابدا هذا الحق، وان هو يكون عنده اوراق ثبوتيه ايا كان دينه وايا كانت ملته، وده حق عمره ما كان موجود قبل كده. دستور بيحمي مصر من ان يجيها دكتاتور تاني، وضع فيه مجموعه من الضوابط لا يمكن هترجع دكتاتوريه لمصر مره اخرى. ويكفي ان انا اقول لكم ان معروف ان هو مع الوقت ممكن مواد الدستور تتغير، لو في مجموعه معينه من مجلس النواب او غيره تحدد هذه المواد ويتم الرجوع ليها وتغييرها. المواد الغير قابله للتغيير في الدستور هي المواد الخاصه باختيار رئيس الجمهوريه والمواد الخاصه بالحريات، لا تمس الا اذا كان هيضاف اليها، لكن ما يتشالش منها حاجه، ولا تمس المواد الخاصه برئيس الجمهوريه. ده معناه ان احنا مش هيجي لنا دكتاتور تاني، والشعب ده هو اللي هيحكم نفسه عشان هو يستحق ان هو يحكم نفسه ويستحق هذا المستوى. الدستور بيتكلم عن حاجات عمر ما حد اداها اهميه زي العشوائيات، وبيضع جدول زمني للتعامل مع المشاكل بتاعتها. بيتكلم على الصعيد، وبيتكلم على اهل النوبه، بيتكلم عن المناطق المهمشه. كل من في هذا المجتمع، كل المشاكل اللي احنا بنعاني منها واللي انتم شايفينها وعايشينها في الشارع اتكلم عليها هذا الدستور. وفي نفس الوقت بيضع مواد انتقاليه، دايما مواد انتقاليه في الدساتير السابقه كانت بتبقى حاجات كده رمزيه، دي مواد انتقاليه حقيقيه بمعنى ان احنا بنتكلم على حاجات من على ارض الواقع وعايزينها فعلا تتحقق، وعارفين ان في حاجات ده بتاخد فتره اكتر من حاجات ثانيه وخلافه، فاحنا يعني واخدين المواد الانتقاليه بمنتهى الجديه. خليني اكلمكم بقى في ثانيه عن المواد الاقتصاديه اللي هي موجوده في المقاومات الاقتصاديه، وهي في مجموعه من المواد اهمها مادتين اللي هي الماده 27 اللي بتتكلم على النظام الاقتصادي، الماده 27 قالت انه الهدف من النظام الاقتصادي هو يحقق الرخاء في البلاد من خلال التنميه المستدامه والعداله الاجتماعيه، وهم الثلاث كلمات دول كانوا كفايه
كانش محتاجين التفاصيل، لكن احنا حاطين التفاصيل الاخرى للتاكيد. تحقيق الرخاء في البلاد، ارتفاع مستوى المعيشه، التنميه المستدامه بمعناها الكبير اللي هي مش مجرد ان انا يحصل عندي نمو يكون متوازن قطاعيا، متوازن جغرافيا، متوازن بيئيا، نمو بيحترم حقوق الاجيال القادمه في الموارد بتاعت الدوله، نمو بيتحقق معاه تحسين في التعليم وفي الصحه وفي اسلوب المعيشه، كل ده يخش تحت المعنى بتاع التنميه المستدامه. ولو التنميه المستدامه دي ما جاش معاها كلمه العداله الاجتماعيه، يبقى احنا مش بنتكلم على اي حاجه ممكن نرتقي بيها بهذا المعنى. فالنظام الاقتصادي حرص جدا على انه يجمع ما بين الاثنين دول، حرص ايضا على انه ما يكونلوش هويه محدده، بمعنى ان هو ما ربطش نفسه بايديولوجيه، ما قالش انا نظام اشتراكي وما قالش انا نظام راس مالي، ولكن مشي بالاسلوب الحديث النهارده ان انا باخد من النظام الاشتراكي ومن النظام الراسمالي ما يناسبني ويحقق لي قوة الاقتصاد اللي أنا بسعى إليها. يستخدم آليات السوق، لكن آليات السوق المنظمة، أنا بتكلم على سوق هو اللي بيحكم النظام الاقتصادي بحيث إن ما يحصلش فيه هدر في الموارد، لكن في نفس الوقت هذا السوق فيه عليه ضوابط وتنظيم من الدولة بحيث إن ما يتمش فيه أي استغلال. بتكلم على وجود شفافية في كل التعاملات، بتكلم على وجود حوكمة، بتكلم على تشجيع الاستثمار، وبتكلم على تكافؤ الفرص وتوزيع العادل لعوائد التنمية. بتكلم برضو في النظام الاقتصادي، ولأول مرة في تاريخ مصر ان احنا بنتكلم على القطاع الغير رسمي في النظام الاقتصادي وأهميته، وعلى مشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع متناهية الصغر اللي هي على أساسها يعني بيقوم الاقتصاد إلى حد كبير. ده كله في المادة الخاصة بالمقاومات الاقتصادية، المادة الأولى الخاصة بالنظام الاقتصادي. المادة الثانية هي مادة جامعة بتقول ايه؟ بتقول ان الانشطة الاقتصادية الانتاجية منها والخدمية والمعلوماتية، ودي خش تحتها كل حاجة، بنتكلم بقى على صناعة وزراعة وتجارة وسياحة وغيره وغيره وغيره، كلها مطلوب فيها ثلاث حاجات، مطلوب من الدولة ثلاث حاجات، مطلوب من الدولة حمايتها، مطلوب من الدولة ان هي تزود التنافسية بتاعتها، ومطلوب من الدولة ان هي توفر المناخ الجاذب للاستثمار فيها، وان هي تساعد على زيادة الصادرات، وان هي تنظم الاستيراد. كل واحدة من دول، كل كلمة من دول عنوان لمجموعة من التشريعات ومجموعة من القوانين اللي هتيجي لتحقق هذا الهدف. اذا تحقق هذا، انا بتكلم على القاعدة بتاعة اقتصاد قوي يليق بمصر ويليق بالمرحلة الجاية ويليق بثورة 25 يناير و30 يونيو. من ضمن المواد الاقتصاديه مش بس محصوره في الجزء الاقتصادي، ولكنها موجوده ايضا في اجزاء اخرى من الدستور، زي مثلا المواد الخاصه باللامركزيه. في مجموعه من المواد في نظام الحكم، بنتكلم عن الحكم المحلي، بتدعو الى اللامركزيه، واللامركزيه من الاساسيات المطلوبه عشان نقدر نحقق تنميه بالفعل. معناها ايه اللامركزيه؟ معناها ان المحافظات تبتدي تكون مسؤوله عن الموارد اللي هي بتلمها وعن توجيهها التوجيه السليم، بدل ما يبقى كل حاجه بتتم بصوره مركزيه. ده هيسبب، هيخلي في كفاءه في الاداء، وهيحفز الناس اكتر ان هي تتفاعل مع احتياجات محافظتها، وتحس ان اللي هي بتحط الفلوس اللي بتحطها في الضرايب بتشوفها بالفعل في شوره مشروعات في المحافظات بتاعتها. مصر بتدعو للامركزيه من سنه 70، لكن عمر ما اتحط في دستور تفاصيل حقيقيه زي اللي اتحطت هنا، وهي دي ميزه كبيرة جدا لهذا الدستور، ان هو دستور على ارض الواقع وبيتكلم على حقائق ولا يتكلم عن شعارات، ودخل في كثير من التفاصيل في بعض الاحيان عشان يتاكد ان المشرع اللي بيضع القوانين يحترم هذه الاشياء بالفعل، وينفذ بالظبط اللي احنا بنتكلم عنه. واخيرا انا بدعوكم جميعا للمشاركه في اليوم 14 و15 ان شاء الله. هقول المشاركه، مش هقول انكم تنزلوا تقولوا نعم، هقول المشاركه انكم تقروا الدستور وتفهموه وتقتنعوا بيه وتفخروا بيه، وتعرفوا ان الدستور ده ليس الا ورقه اذا ما كانش انتوا هتدعموه. ورقه جميله مكتوب فيها حاجات كويسه قوي قوي، لن يتحقق منها شيء الا اذا انتوا دعمتوه. بس ما انتوا تدعموه يتحول الى حاكم مصر الحقيقي، أكبر رأس اللي هو هيمشي كل حاجة تحتيه، واللي هينتقل من مصر إن شاء الله للمكانة اللي تستحقها واللي انتوا تستحقوها واللي شبابنا يستحقها وأولادنا يستحقوها. السلام عليكم.